تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الأحد أن يظل الطقس باردا نسبيا إلى بارد بكل من المرتفعات المنطقة الشرقية الجنوب الشرقي والسهول الداخلية مع تكون صقيع أو جليد، وستهم أمطار أو زخات مطرية أحيانا رعدية كل من السهول الشمالية والوسطى لمنها الريف، منطقة سوس، غرب الواجهة المتوسطية، مرتفعات الأطلس والسهول الغربية المجاورة. كما ستكون السماء غائمة مع نزول قطرات مطرية متفرقة شمال الأقاليم الجنوبية مع تساقط ثلوج محليا كثيفة فوق كل من جبال الأطلس، الريف وولماس ابتداء من 1000 متر. وسيظل الطقس باردا نسبيا إلى بارد بالأطلس الريف وكذلك الجنوب الشرقي المنطقة الشرقية وداخل البلاد، وستهب كذلك الرياح معتدلة إلى محليا قوية بعد الشيء من الشمال بالجنوب ومن الجنوب الغربي بالسهول الشمالية والوسطى والأطلس، فيما ستهب ضعيفة إلى معتدلة من الجنوب أو الغرب بباقي المناطق. وكذلك ستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين ناقص 2 و4 درجات بالأطلس الريف المنطقة الشرقية والجنوب الشرقي وما بين 4 و10 درجات بالواجهة المتوسطية لمنها السيس الغرب الشاوية سهول تادلة والرحاملة، وستكون ما بين 9 و14 درجة بباقي المناطق الأخرى. وستتأرجح درجة الحرارة العليا ما بين 1 و7 درجة بجبال الأطلس والريف وكذلك بهضاب الفوسفات والماس وما بين 7 و13 درجة بمنطقة طنجة اللوكوس السيس والواجهة المتوسطية والمنطقة الشرقية غرب الشاوية السهول الواقعة غرب الأطلس والسفوح الجنوبية الشرقية، وستكون ما بين 14 و20 درجة بباقي المناطق. وكذلك في الأخير سيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية وبالبغاز وقوي الهيجان بالسواحل الأطلسية ما بين مهدية وطرفاية وهائجا إلى قوي الهيجان بباقي السواحل الأطلسية. كيف ما سمعتوا متابعي قناة شوف تي في، هذه كانت الأرصاد الجوية ديال يوم الأحد. أنا غنعاود لكم المديرية أشنو قالت اليوم بالنسبة للأرصاد الجوية. تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الأحد أن يظل الطقس باردا نسبيا إلى بارد بكل من المرتفعات منها المنطقة الشرقية الجنوب الشرقي والسهول الداخلية مع تكون صقيع أو جليد، وكذلك ستهب أمطار أو زخات مطرية أحيانا رعدية كل من السهول الشمالية والوسطى لمنها الريف منطقة سوس غرب الواجهة المتوسطية مرتفعات الأطلس والسهول الغربية المجاورة. كما ستكون السماء غائمة مع نزول قطرات مطرية متفرقة شمال الأقاليم الجنوبية مع تساقط ثلوج محليا كثيفة فوق كل من جبال الأطلس لمنها الريف وولماس ابتداء من 1000 متر. وغيظل الطقس باردا نسبيا إلى بارد بالأطلس لمنها الريف كذلك الجنوب الشرقي المنطقة الشرقية وداخل البلاد، وستهب الرياح معتدلة إلى محليا قوية بعد الشيء من الشمال إلى الجنوب ومن الجنوب الغربي بالسهول الشمالية والوسطى والأطلس، فيما ستهب ضعيفة إلى معتدلة من الجنوب أو الغرب بباقي المناطق. كما ستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين ناقص 2 و4 درجة بالأطلس لمنها كذلك الريف المنطقة الشرقية الجنوب الشرقي، وغتكون ما بين 4 و10 درجات بالواجهة المتوسطية لمنها سيس الغرب الشاوية سهول تادلة والرحامنة، وستكون ما بين 9 و14 درجة بباقي المناطق الأخرى. وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 1 و7 درجات بجبال الأطلس والريف وبهضاب الفوسفات والماس وما بين 7 و13 درجة بمنطقة طنجة لمنها اللوكوس سيس الواجهة المتوسطية المنطقة الشرقية غرب الشاوية السهول الواقعة غرب الأطلس والسفوح الجنوبية الشرقية، وغتكون ما بين 14 و20 درجة بباقي المناطق. وفي الأخير سيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة
الواجهة المتوسطية وبالبوغاز وقوي الهيجان بالسواحل الأطلسية ما بين المهدية وطرفاية وهائج إلى قوي الهيجان بباقي السواحل الأطلسية. كانت هذه هي الأرصاد الجوية بالنسبة اليوم الأحد. كنشكركم بزاف على تتبعكم لهذا البث المباشر اللي كان مباشرة من مدينة الدار البيضاء. إن شاء الله نلتقي معكم بث مباشر آخر. إلى اللقاء.